ما اعرف اوضح البر. عمي كيف حالك؟ الحمد لله بخير. اسمع يقول لك المزيون. والله سمعت. ليش يقول لك المزيون؟ ما ادري من حالاتي. ما شاء الله ما شاء الله. يعني من طيبته واخلاقه والله بمانه ملك ملك السوق هو هذه. من طيبته واخلاقه الشيوبه عندنا احنا ملكين. لا زوا شيبه. كنا نقطع في الكبره هذه. نعم من 35 سنه. تقطع السمك من 35 سنه؟ 35 سنه. اول كبره هنا ما شاء الله. اول شرق عند المحكمه. نعم بعدين يا ابوها هنا في الدواره هذه. نعم حلقه عبد المسالم. يا ابوها تحت السمره هنا فيها فايده. فيها فايده عمي هاي الشغله. الحمد لله فيها فايده. عيشتوا اولادكم من هي؟ الحمد لله. الحمد لله من تقطيع السمك. من تقطيع السمك وسيرت البحر. يا الله الحمد لله. اول صياد. اول صياد بعدين سويت قماط. من بعد سويت قماط. قماط وبعدين مقطع. والحين ولا زال في التقطيع. تقطيع لا زال قطع. ناوي تغير ولا بس في التقطيع؟ ما ناوي. ما ناوي تغير. يا الله الحمد لله. الحمد لله الله يعطيكم الصحة والعافية ويرزقكم من فضله يا رب. آمين يا رب عمي آمين. بنزوركم إن شاء الله. بنزوركم إن شاء الله. جزاك الله خير عمي. جزاك الله خير. أحسنت أحسنت عمي. أحسنت ما شاء الله. الحساب شوف الحساب عند أبو حسن كيف ما شاء الله تبارك الله. هي ابو حسن ما شاء الله. ابو حسن الحساب هنا الحساب فوق. الحساب فوق ما شاء الله. هذا السمك ابو حسن بارك الله فيك يعطيك العافيه. ها صالونه تقطيع صالونه. هي نعم جزاك الله خير. احسن احسن. Thank you.